السلام عليكم ورحمة الله. ليدز اند جنتلمان، الجزء الثاني من تحدي الأربع زوايا، لكن المرة هذه مو بأربع زوايا، المرة هذه كل مكان بتحصلونه. ليش؟ لأن القوة الخارقة موجودة في كل مكان وكل جيم تتغير. المقطع هذا نفس فكرة المقطع اللي فات، راح نلعب أربع أيام أنا والأستاذ ناصر كلب اللوت والأستاذ ياسر حبيبي ترى فيه نوم، ترى فيه نوم، ويلا يتكلم معنا والله العظيم انك قهرتني قسما شباب. لا 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 عادي يا ناصر، والله العظيم قدام مشاكل من البدايه قسما بالله. سبحان الله، قبل التصوير كنا سكر على الهلاوي، الحين جاي يدور مشاكل الزق ذا. انت وينك؟ انت منو اللي صار في الكام؟ خلاص 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 خلاص، احنا مع بعض الحين بقول لكم شيء. الان احنا تهاوشنا، احنا ما بدنا، لكن المعلوميه راح نلعب اربع ايام، لازم نجمع القوى الخارقه كلها بجيم واحد، ولكن اذا مات شخص واحد نعيد الجيم كله. نعيد الجيم كله. إذا مات أبو خالد بنعيد الجيم كله يا أبو خالد. سمعت؟ أبو خالد بتموت. ارفع صوتك قرب من المايك. يا منوب. حاب أنوه على شيء، ترى في عقاب أنا ما علمت العيال وياسر ما يعرفه. إذا لا 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 دقيقة. اسمعني اسمعني، إذا مرت أربع أيام يا عيال وما فزنا فيها، راح كل واحد فينا يدخل جيم يسوي تامر وطلباتك أوامر. ينصلخ بالمبلغ اللي يجي. لا لا لا. هلا هلا هلا. هل سمعت الأذن؟ سمعت ياسر؟ سمعت ناصر؟ لتحت الدوخه شاب ابو جايع. ها الميزانيه الايام ذي تكفون اخوك احمد. شوف شوف احمد، ناظر الخريطه، ناظر الخريطه، بنزل عند الكوخ ذا بعدين بروح لايرمان. احمد فيك؟ لا 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 ناصر، انزل على طول، خذ ايرمان هنا تلقاه. تخليني ايرمان هنا هنا هنا، ايرمان هنا، ايرمان هنا بالبيت هذا. انا معلش معلش معلش، مودي بارك انا وياسر علينا الجو الطيارات. تمام الطيارات بعيده ما على احد. ايوه اي مبنى يا عيال هو هذا؟ المبنى اللي حددته لك. توفيق يا جماعه، توفيق. يلا بسم الله. هناك ياسر. ها؟ ما يعرف ترى لو واحد فات بيخسر مودي لا تموت. انا معيش تحت الان. يا هو واحد مودي. حدد وينك كذاب. دقيقة. ناصر ايش نزلك هناك؟ هو اطرف مكان لقيته. عندي صراخ انا. والله ناصر قاعد يجلس. قاعدين يتعاطون. يوقف يوقف يوقف. الشباب عنده مكشن. السيارة ما عاد بسوقها قرب. راح راح رجال راح. يا عيال سماش جولد. يا عيال شكلي بموت من المتوتر، تذكرت انه ما معي سلاح. يا عيال توي اتذكر انه ما معي سلاح يا عيال. اهرب بالكعبة. 200؟ لا. يا رب يا رب. لا ابو خالد جاي بالضربه. انا لقيت ضربه قاضيه، حسبي الله عليك يا مودي. حتى انا والله لقيت اللي يطير. والله ضربه قاضيه، حسبي الله على ابليس يا مودي. طلعنا والله يطلع شارك ابو خالد. والله ما كان تضحك. ها ابو خالد، ترى باقي ثلاث محاولات، ما في شيء يضحك. تكفى يا عيال تكفون، ترى بندفع والله. طلع اقسم بالله يا ابو خالد بتدفع حق التامر والله، لو يطلب 1000 دولار تدفعها. والله اني عرقت في واحد اعطته 200. ايش في امك انت؟ قاعد تدور سكار واحنا ندور ضربات قاضي يا مودي. يا عيال يا عيال تسمعوني، اسمعوا 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 اسمعوا. مودي انا بنزل، انا بنزل بارك كذا الطيارات تجيب العيد فينا. لا 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 ابو خالد تكفى. ابو خالد يلا يلا عندك تبنى نفسك. خلى يا جوبا جوبا العرب. ابو خالد انزل الطيارة، انزلوا يا عيال، انزلوا 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 الطيارات. ابو خالد الطيارة اللي بسليربي. ما في طيارة بسليربي، ما في طيارة بسليربي، ما في طيارة بسليربي. ايش اللي طاحت هنا؟ انا نازل عندها، انا نازل عندها دقيقة. لا لا روح روح، هناك مظلة. اي مظلة ثانية، روح روح. عيال الملك الرئيس حق المدينة هذه وينه؟ الرئيس حق المدينة هذه وينه يا عيال؟ الرئيس حق المدينة هذه وينه يا عيال؟ يا بالبيت يا بالأرض. قول سوا. الو ابو يقول سوا حبيبي. ابو خالد تكفى. ابو خالد لا ابو خالد. ابو خالد لا ابو خالد. ابو خالد ابو خالد ابو خالد ابو خالد. مودي عمري عمري هيك قاعد اسوي هيك. الو شو قاعد يدمج البوت؟ مودي شو قاعد يدمج البوت؟ حرقني، الله يحرق ابليسه. عيال اموت اموت. ذبحتهم يا عقوب العرب. هذا ايش؟
يمديك ها بدي ايش اسوي كذا؟ بحاول اخذ بطاقته بحاول اخذ بطاقته بحاول اخذ بطاقته. هذا ليش يسوي فيني كذا يا رمان؟ احكي يا رمان يا عيال طلع قوي ما توقعته كذا. طيب حاول اصمل حاول اصمل حاول اصمل وين؟ اصمل في الوقت حق البطاقة؟ ما عليك ما عليك اصمل جاي جاي فيك والله. كم ثانية حرفي؟ كسر كسر الدبان كسر الدبان الدبان كسره. يا والله يمديني والله عط 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 زيادة اللي عندك موجي. يمديك 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 يا عمري. اقول لك لا يا عيال جايكم 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 جايكم. تعال تعال ياسر ما فنشني ما فنشني ما فنشني اكفو عليه. والله جايكم سياره منها سريعه تكفون. في رفت في رفت ترى عندك هنا في رفت في رفت ترى عندك هنا مودي في رفت هنا عندك وين عندك هنا هنا معلش هنا 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 عندك هنا 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 يمين 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 حدث 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 هنا هنا مودي واقف عند انت دخلت رفت لا لا مو انا مو انا مو انا مو انا بس بروح ولا انا ولا انا ولا يمدي 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 طير ما تروح طير ما تروح طير انا دخلت الرفت بقول تموت بقول تموت بقول اسمع كمل كمل سيده كمل سيده كمل سيده جدي لا انا احدد لك رفت طلع استخدمه 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 يا سلام ثاني انا احدد لك اياه هنا بس هنا 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 صوت قدام هنا بالضبط تكفى على طول يا اخي بطيئه على طول عندي 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 الطير عندي الطير في واحد تحت ما خاب ظني يمديك 50 ثانيه باقي تكفى تكفى ابو خالد تموت ابو خالد ابو خالد لا 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 تموت ياسر هنا ياسر ها هنا هنا بالضبط هاي الشارع ايش بتشوفه في وجهك ياسر شوف 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 ثانيه يا رب العيب 30 30 30 ها معك الطيران استخدمها معي 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 راح 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 انت قاعد تطلق علي جبتي يا عمري زيل باص 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 في هليكوبتر في هليكوبتر قدامنا ابي اخذ اللوت اللي هنا ثواني والله اني اخذت السات الذهب اللي هنا في ناس ولا بستات يا عيال ابي ضرب القاضي حق تايرون مان اللي فيها اللي فيها طيران الله ياخذكم الله ياخذهم بموت اي واحده اللي معك ما معي رصاص ابغى ضرب القاضي اللي تطير بايرون مان يا ناصر معاك حق الخزنه معي حق الخزنه 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 موجوده معي هليكوبتر هليكوبتر يا الخزنه الخزنه يمدينا نلوتها ولا لا يمدي 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 ايوه ما يمدي ناصر معك ما لا مع ناصر مع ناصر معي 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 اتوقع دقيقه خمسه كذا ما 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 بعطيك حقتي بعطيك حقتي بسرعه بتخصهم فيها انا امسك امسك هذه لا مو هذه مو هذه حقت اي رمان حقت اي رمان حقت اي رمان اللي تطير فوق ياسر توقع معك ياسر ورني ورني اللي معك ورني اللي معك مالك ورني اللي معك ياسر ورني اللي معك بسرعه ورميها لا لا غيرها وين الثاني حقت اي رمان الصدر حق صدره وين؟ اي رمان ما مات دوروا لازم نلقاه لازم نلقاه قصر ناصر جايك قصر جايك ناصر جايكم 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 افتح افتح الخزنه ما تنفتح قومنا ياسر قومنا 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 ياسر قومنا قومنا ياسر تعال قومنا ياسر قومنا انا وراك هذا حق تمر الله يغفر بالغبنه ياسر قومنا ياسر تعال 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 وين يا ياسر لا تمسك امسك ناس يا عمري قلبه تذبحها امسك امسك ناس جيب لك الكاميرا جيب لك الكاميرا خذ بطاقتي خذ بطاقتي خذ بطاقتي خذ بطاقتي مودي جا مودي جا مودي جا لا مودي قومني عند الباص عند الباص امشي اركب العن شكلكم ميتين انتم يا منوف
قوم ياسر قوم ياسر قوم ياسر بيموت ناصر يا عيال يمدي ساعدك يمدي 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 اول ما ساعدك بموت ترى تكفى تكفى لا العن ابو الديم اللي دخلني معكم تراك مع ترى ما معك شيء الزقه اه يا القهر طلعت له اطلع 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 يا رجال اطلع اي انا بروح يلا ناصر نزل ناصر نزل ناصر الله يعيني بارك تحت يا عيال انا نزلت هنا هنا انا نزلت هنا ايوه حلو عند ايرون مان حلو حلو كلكم كلنا حول بعض هذا جيمنا هذا جيمنا يلا 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 يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري نيجي ورب البيت الله يستر والله بارك زحمه مين اللي بينزل بارك انا بنزل بارك انا الله يكون في عونك بحاول والله بحاول والله ما والله حسبتها لا ما طلعت حدا يقول سوى واحد اول ما خشيت عليه لا لا يا عيال نزل انا بموت صوت صوت ما معي سلاح الله يلعن ام الغبي ما معي سلاح ما معي سلاح عندك وجايع ولد علي باكس ضرب القاضي ما قدام ضرب القاضي معي ها صوت صوت وحش معي ضربة القاضية حصلته يب يب انا ما معي الا بوم في خمس طلقات يا ربي يا بيجيك تروجيك بالطياره يا جيتك قتلت مع الجول ما عليه 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 والله العظيم يا عيال عندك تفسير ما عليك ما عليك ناصر جايك وين بطاقتك انت عندك الكوره ركزين هنا بحدد لي بالضبط الله يحفظ الله يحفظ عليك جيتك وبعد عندك في هليكوبتر بعد تسودك يا خلوكم قرا خليته ضربات ولا باقي انا ما خليت انا عندي للتكسير التكسير البنايه يعني ايش هذا ضربه قاضيه ياب 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 تكسر كل البنايات اللي قدامك حلو 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 ايش معك يا ابو يا شو اسمك ما معي ما معي شيء ما لقيت للحين قاعد اكسر اصرف اصرف يا ناس يذبحوك عند بطاقتك ولا ما غيرت بطاقتك يا رمان ياب ياب كان واحد كان واحد بس دائما باخذ ما رحت الجهه ذيك الا الان عندي في واحد معرف ترى بي سي ها اوه مع الجنتيز ما قلت ايش هذا ما لا كان مع شد عادي اثنين الازرق اثنين اثنين ترى اي والله ان شاء الله يا رب انه يمدي تحت الموية لقيت 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 يا رادي اخ ما عليه تحاول شرط عليهم طب عليهم يمدي ابو خالد يمديك ما قال لي ابو خالد خذ البطاقة خذ البطاقة وانا ساعدهم عندي هنا خذها 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 ابو خالد ابن اوه شيت وينك ياسر انت معك ضربة قاضية عندي حز حق تزلج بس مفروض ما تساعدنا هنا بس يلا في نقيسات ظهرهم بيقومون يا شكلهم قوموا يا شكلهم قوموا اي شكلك قاعد يساعد اخو الباص احمر هذا قدام هذا قدام بخوخه برضه ابو واحد معي ابو واحد معي ابو خوخه قدام 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 يضرب بس لما يجي في الغزه في غزله او ماي جاد برا ميم يا عيون يا عيون يا عيون ذبحني مره ثانيه ذا ليفنش ليفنش لا الله يلعن ابليس الله يقطع ام الغبنه ابو خالد ابو خالد وينك ابو خالد تعال وين ابو خالد في رفت في رفت ابو خالد في رفت في رفت الله يقطع ابو يدز امه يدز امه يا اخي خرب عليهم يا اخي خرب عليهم اللي رايح لهناك كلكم ثلاثه ليش
ليش مرات يا شيخ خرا عليهم على لعبهم الزفت. والله اقسم بالله انت تدفعون معي ترى ما بقى الا جيم. حبيبي انا ما اتحمل كل شيء تموت كل شوي مستحلي. لا 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 مره يعني على سبيل المثال دقيقه دقيقه مصحي لي ابو خالد من النوم مسكين ويوم صحيته من النوم تبغى تدفع بعد يقطع. يا ابوي وين الاخوه والمرجله بالتحديات؟ وين اللي تحديات ما عمرها وقفت يا رجال؟ ناصر ميت مرتين وانت ميت 20 مره. ناصر ميت مرتين شوف مكان الناس. طيب خلينا نبدل خلاص يلا انا بنزل مكانك. يلا انا بنزل مكانك. انا 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 بنزل مكانك ناصر. يلا يلا هون بروح بارك اجل. اوكي يلا نشوف. هو ايرون مان اللي بيدفعنا اللي يموت يدفع. اي هو ايرون مان. انا بنزل عند ايرون مان. احنا ننزل وياك. يلا تعال ياسر انا وياك. تعال انا وياك مودي انزل طيارات ناصر بارك. خلاص طيارتك هنا بعدها في رفت. تعالنا على طول خذ اذبحهم وتعال على طول. الرفت هنا هنا الرفت هنا 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 هنا. اسمع اسمع ترى لو ننزل ورا شوي عند الكوخ هذاك احسن. مو معي سلاح ابشرك انا بموت. الله لا يطيع. انا ميت 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 انا ميت. تكفى الله ياخذ ابني. انا ميت. وينك ياسر؟ انا ما عندي سلاح. خسر ما في صندوق. ياسر ياسر تكفى ياسر ياسر تكفى. يا لا لا والله اصبر بس ثواني. ياسر ما انت في عندي تعال. الا عندي ياسر فنشي وسلاح. ما عندي الا السكوب. قوم يا اختي قوم 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 بعد عني بعد عني. مسكني 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 بس مسكني. ما حد يدري هايدي بتطير على طول. ها قرب الوضع ممتاز الان. تكفى وين نروح وين نروح؟ ورا 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 هنا هنا في في كوخ عاد. هنا هنا جد. اوه قاعد انا واحد انا واحد. يلا يلعب شكله. سوي نفسك ما تشوف فيه. تعال تعال الكوخ الكوخ. تموتون على نصك. بالعدو وين مكانه عيال هذا ايرون مان؟ البيت الكبير اكبر بيته وانت قاعد في الكاس. اسمع اسمع اسمع. شوف وين نروح وين نروح؟ خلني سوق خلني سوق خلني سوق خلني سوق. اسمعني الان شوف لا ايرون مان بنزل عنده ناخذ بطاقته ونهرب. ها؟ اذا شفناه يا يا اقسم بالله ان يا اخي الله يلعن امه من شدقن. الله يلعن امه من شدقن. يلعن يا شيخ يا اخي بس بتكفى يا اخي اقسم بالله بسوي في امها فنان ذا سكلتون الزق. اقسم برب الكعب ان شدقن زق ولعبه زق بعد. المشكله ما عندنا اسلحه ما عندنا شيء ترى نموت بريال. ابو خالد بيموت يكون موت ابو خالد. اسمع انزل ناصر بروح لابو خالد. انزل ناصر انزل ناصر. يلا يلا ناصر انزل انزل بروح له بروح له بروح له بروح له ملك بروح له بروح له داري انا بروح له بروح والله انا ون جاي 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 انا والله انا اوبر انا جيم هذا اوبر صعق علي. لا 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 جايك 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 بالله استحمل استحمل. خذ البطاقة خذ البطاقة. قاعد احاول قاعد احاول قاعد احاول. خذيتها. ابو خالد راح راح ها عشان مرة ثانية يرقص عليك. ها انا ربي لك اياه. يلا ما عليه ما عليه كمل 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 كمل. انا ربي لك اياه. لا 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 الله ياخذه. ساعدتهم 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 ساعدتهم. الله ياخذه ما عندي موارد. قومتم جاي عندنا سكواد. قومتم قوم بس عندنا سكواد. وخالد وين وين الضرب القاضي حقك؟ لا الله ياخذك قتلني. انا وين معك؟ خالد انحشر 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 بخالد. ما معك مسدسات احمد تعال احمد وينك؟ وانا 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 اعطيته 109. العن ام الغبنة. جايكم 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 يا عيال انا جايكم انا جايكم انا جايكم انا جايكم يا عيال تثقون فيني تثقون فيني ولا لا؟ يا عيال تثقون فيني يا عيال تثقون فيني يا عيال تثقون فيني. كذاب جوا البيت جوا البيت جوا البيت يمه صار وثقنا 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 والله وثقنا وصار وثقنا يلعن ام الضيقه وثقنا وثقنا مهايطي والله مهايطي هذا الاحمد يلعن خيرك يا شيطان. انا قالب انا قالب اوبر قالب اوبر ومرسول انا قالب اسعافات اوليه قاعد امشي من الريح جاي ريح جاي خلاص. طيب تثقم فيني ولا لا تثقم فيني ولا لا تثقم فيني ولا لا يا شباب خلوا الهليكوبتر فيه وانا تثقون فيني ولا لا عليك وعلى اذنك وعلى شنبك خرا عليكم بغير ريح جاي مستر الموب مستر ام الموب قاعد الحق بطريقهم ويوم بقيت لحالي ما معي موارد.
طيب ليش تثقون فيني ولا لا؟ يا اخي ابغى اتحمس شوي نفسيا. طيب على الحين اربع ايام ما جبناهاش الوضع. جيم خامس سماح على شأني مجامله خلها. وإذا ما طيب إذا ما جبناها بالجيم الخامس؟ إذا ما جبنا يا جماعة تسمحوا لنا جيم أخير بالله عليكم جيم أخير بالله لازم اطلبوهم يا عيال اطلبوهم والله من عندي تستاهل جيم أخير والله 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 لابد جيم أخير والله يا عيال محاولة أخيرة والله محاولة يا عيال وافقوا بالله وافقوا بالله أدل اسمع 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 إذا إذا جبناها بالجيم الأخير إذا جبناها بالجيم الأخير وفزنا راح لا 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 إذا جبناها بالجيم اسمعوا اسمعوا دبل أور ناثينج دبل أور ناثينج دبل أور ناثينج عيال دبل أور ناثينج يعني إذا جبنا الجيم الخامس آخر محاولة خلاص نعتبر فزنا وإذا ما جبناها نسوي تامر طلبات كوامر والمقطع نهايته فيها ستورات والله يا رد بس والله إنهم يستاهلون والله إنهم يستاهلون يعني يعني آخر محاولة آخر محاولة يلا آخر محاولة يا عيال أقسم بالله لو ما جبناها تسوون تامر طلبات كوامر بعد شوي ريدي يلا 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 خلاص تعريق ميوزك ها ميوزك حماس يلا رامي ميوزك حماس شو الخطه شو الخطه الخطه نفس قبل شوي انا وياسر ننزل عند هذا يلا 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 بس اسمع 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 خلينا ننزل ورا شوي لا ننزل معهم هم بيقدرون يسوون فايتات جالدون احنا ننزل ورا نلوت والتحدي ننزل في المدينه نفسها يا عيال ابا بقتل اللي هنا بجيكم الهليكوبتر اللي هنا اذا هجت معنا الهليكوبتر عطوا ياسر ياسر ما حد يسلم معك ياسر ما حد يسلم معك اي لا 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 الوضع الجيم هذا باذن الله ها هذا رمال كتروا طب على ايرون مان شيء بعد اوه يا ايرون مان عندي طقم نصر نصر يب 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 نصر ايرون مان عندي ايرون حقي قصدي ايرون ما ادري ايش اسمه ما ايرون زين هنا 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 قاعدين يتم فايت نبغى ايرون مان حنا شكلك تلو انحاش مستحيل كان سمعت صوت كبير ايرون مان شوف راكب سياره لا لا هذا قاعد يسوي تصفي تصفي في واحد هنا بينحر هذا ايرون مان جاي ايرون مان جاي ايرون مان جاي تعال تبي يطلق عليه تعال ابو بوم 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 يا لقيت الجولد دي ما اخش فايتات معهم لقيتها بس اجي تعال معي تعال معي ادور ايرون مان ايرون مان هو وينه انا مت انا وصل الله يلعن ام الغلط طيب انا بروح ادور ايرون مان يا اخي والله توتر وازعاج قسما بالله توتر وازعاج والله توتر وازعاج يا اخي ليش الناس كلهم فجاه صاروا فنانين هنا يا شيخ الله لا يوفق ابليس مودي روح ذا تكفى بالرفت كم واحد معرق ناصر واحد بس واحد اللي كان عندي تحت واحد والله ترى يلعب يا احمد والله طيب باقي عندك الحين ما ماي شدقه ايش اللي فوق لا لا واحد ثاني تحت كلاب ابيض هذا هو شكله الله اي هذا 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 هو قويه اثنين عليك هذا الثاني يا عيال انا بموت الله يرضى لي عليك احب اموت احب اموت بالطين معي دبل جولد يا عيال رجال خلني الله يحفظكم كل مكروه ايرون مان معه ترى واغراضه يا ابوي ورد 30 مولدت 10 يلعن ام الغبنه حاولت اخذ كرتك والله يجي يا عيال جي جي اخ ما يبي يجيكم ولا حد ما عاد يمدي خلاص ما عاد يمدي ما عاد يمدي بطاقه ناصر راحت اخ يا الغبنه والله لا انتقم من ذولي اصبر اصبر مو واحد بس هو يكسر اللي كسر هذا هو ورك ورك الله ياخذهم يا شدك ما تخلص هو خالد هذا هو هذا هو ايه عمري خالد تكفى وش عمري يا عمري يا عمري طبق 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 انا لو اني مكمل دوم والله اني مرتاح
اللي بيصير كالآتي يا جماعة، كل واحد فينا بيطلع يدخل جيم واحد دو، اللي تقابله بأول جيم بتلعبه تامر طلبات كوامر بطريقتك الخاصة، لو انك تخليه يسامحك براحتك، اطلع معاه بأقل كاسرة بأقل عدد ممكن تسويه، وبكيفكم، انا بسوي سلوبي وانتو عليكم سلوبكم. يلا انا بسوي سلوب، يلا نستمع. يلا السلام عليكم شباب، الوعد الوعد بعدين، مع السلامة. لا ابوكم لا ابو شكلكم. مع السلامة. السلام عليكم. يلا يا كريم انه يطلع واحد كويس. يا رب انه واحد كويس يا رب. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا اسمك بالله؟ اسمي تامر وطلباتك اوامر. يا عز هلا والله تاج راسي، ابلعب معاك لعبه تكفى، ولك الحق انك تسامحني لاني انا خسران تحدي، تكفى يا عز. يعني انت طيب وهذا هو اللي يعني الله يسعدك، يعني بلعب معك مودي وطلباتك مدمودي، يعني اي شيء تطلبه بيصير، لكن اذا انت بتسامح يعني هذا شيء راجع لك. تمام. هلا 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 والله. هلا والله. اسمع انا خسرت تحدي حلو. ايوه. ولك الحين اي طلب تبيه، دخلت انت اول جيم سكواد دو عشوائي، اطلب اللي تبيه. اي طلب تبيه. معك فلوس انت عشان تفهم. انت اطلب اللي تبيه ونشوف ان شاء الله، يعني بس يعني ارفق علينا يا مهجدهم الله يعافيك الان يا طول العمر السلامة. انا ابغى شخص ابغى العب تامر وطلبات الاوامر ان كانت قد سمعت فيها، ولكن لازم تحط في الحسبان عزيزي مهجدهم ان الميزانية مضروبة شوي هاليومين، فيعني تفضل اطلب اللي تبي، يعني بس حاول مراعاة بشعر الميزانية، يعني اطلب حاجة تتعلق باللعبة الله يزكر، يعني مثلا تبغى اجمع لك 30 خشب مثلا او 70 طوب، او يعني اطلب، او تبغى سكار مثلا. اسمع قل لا اله الا الله. والله الميزانية تعبانة يا ولدي، وانا ابغاك والله تراعي الموضوع شوي. سمعت انت تبغى طفرشينا. انا 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 اقلد هذاك تامر، فيعني بلعبك تامر الحين. طيب بس انت شو بتطلب تقريبا؟ يعني شو بتطلب؟ 1000 دولار. باقي ما بدينا. والله اللي يجي منك. انت لازم تطلب، لازم تحدد، انا ما اقدر اقول لك شيء. خلاص ابي 500 دولار. يا ولد تكفى. لبيك لبيك تامر بين يديك، يرحم امك، تعود من ابليس قبل ما تطلب. ها كم؟ 20 دولار. 20؟ ايه بس. لبيك لبيك تامر بين يديك، الله يسعد ذا الوجه، تم جتك ال 20 دولار الحين تجيك. احلف والله تجيك الحين. لا نبغى 1000. قلبي ترى عندي مشاكل، عندي مشاكل في القلب والظهر، عندي كوع شوي. تكفى ما في تخفيض عندك؟ شفت قايل لك انا اللي ودك بس ما تعرف. كم تخفيض كم؟ والله شوف بلاكس حقك واضح انك داج. ها اخر كلام كم؟ لا لازم انت تقول الرقم. صرت زياده. اي والله. ايه انت ستريمر. اي للاسف. ايه داج خلها 1000. تبغى 1000؟ انت يوم سمعت صوتي طمعت. انا اللي والله ببكي مو بنت. تعال تعال وش ستورك؟ لا انا ستريمر صغير، انا مو ستريمر قوي والله. اي تكفى. ايه انت خوي فيصل؟ لا 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 لا, لا والله العظيم اني مسكين. تكفى والله ما عندي شيء والله. يا رجال حتدفع. لا تكفى الله يرحم والديك. حتدفع والله ما عندي، اقسم بالله. انت خسرت تحدي. اللي يجي منك اللي يجي منك. 200 ونقول بسم الله. خلاص تم. اعطيك اياه الحين؟ ايه الان تجيك مباشرة فوريا. تبي كم؟ 300 موارد. ابشر الان تجيك، الان تجيك 300 موارد. ابشر اذا بتسامحني ترى شيء راجع لك. سامحك يا قلبي الله لاني اعزك صراحة. اقسم بمن احل القسم، اقسم بمن احل القسم ان الله يحظ زوجتك فيك. تدري ليش؟ لانك لين بسيط، لانك انت من الناس الذين اذا قالوا فعلوا. عز احبك. طح يا صديق جالس. طيب ها جاك ولا ما جاك؟ تيك الجهد يب وصلت. وصلت. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك والله. انت اللي ما قصرت، زي ما لو انك صامل حلل ترى كان كنت في جلطه. ابشر والله انك تبشر. هذه 300 موارد تفضل طال عمرك. مبروك معنا، مبروك يا مهجدهم. 312 هذه زياده اكراميه مني. فيعني ايوه انا ناصر كان في تحدي يا اخوي مهجدهم. اس اكس بي بدري. شكرا. يلا مع السلامه. بشروا. انا خلصت على طول الحمد لله. كم خذ معك؟ تصدق خلصته وانا في الباص. كم خذ منك؟ خذ مني دقيقتين. ايه بكم اعطيته؟ لا قلت له يا حبيبي انا في تحدي علشان يغليك. والله اني ما ابي منك شيء، شوي بسوي حفله. ناصر الله لا يعطيك عافيه يا احمد. ياسر كم دفعت؟ دفعت 200 دولار. كذاب. ذمتك؟ والله 200 دولار. ليش ما كسرته؟ كسرته كان يبي 1000.
انا قريبي 1000 يا ياسر كسرت لين ما طلب 20. الو انا قال لي 500 اول شيء قلت تكفى نزل 200 قال لي انت ستريمر انا ستريمر قال لي خلها 1000 والله ناصر كم طلب اللي عندك دقيقه مساكين يا عيال كم طلب تدري ايش صار معي كم 300 خشب يا الله يا احمد الله يهديك والله انها قليله بحقك وحق متابعينك يا كاسر زين ابكسر راسك يا معفن السلام عليكم يا جماعة مرة أخرى خسرنا التحدي وقد الكلام دبل أور ناثينج ياسر المعفن لازم يتعلم كيف يكاسر من ناصر ومن مودي فلذلك أنتوا راح يجيكم برضو حقكم تستاهلون الاسترات البسيطة هذه لو وصلت المرحلة هذه من المقطع ولحقت من بدري الله يجعلها من نصيبكم وعذرونا على القصور حبايبي الله يسعدكم يا شباب لا تنسى انك ضغط زر اللايك ولا تنسى انك تشترك لان 3 مليون بالاسبوع هذا بنوصلها وبيكون في بث بقناة تحت بنونو اذا حاب تشرفنا اترككم مع باقي المقطع شكرا لكم يا حبايبي شكرا يا جماعة الخير الله يعطيكم بالعافية حاولنا بس ما قدرنا تبغون نسوي جزء ثاني ونحاول اتوقع اللي معي ما يبون بس انتم تكتبون التحدي الله يسعدكم لا تنسون اللايك والاشتراك قنوات الشباب كلها تحت اذا تبون تدعمونا عندكم اسمر و اس دبليو واي و ام 55 و اس اكس بي وشكرا جزيلا صلوا على النبي مع السلامه نشوفكم بالله ها لا ما مهم نشوفكم بالله على خير يا عيال بوصل 3 مليون بالله اشتركوا مع السلامه